اخوك بيبو يركز. خليك اثنين ولا اثنين؟ يجيب لي الشهر اهو. يلا يا كابو. طب ايه طيب؟ كفو يا والهم وحش، هذا انت اللي كنت مفايض ضده. عندك بيبو. عندك كلاب حلوه بيبو. تروجان تروجان تروجان. ايوه وين؟ ايوه 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 عزبت. الطلق خلص. لا بالله عليكم. وحش وحش أوش. وحش. صرنا الاعلى مستويات. اطراد اسمك للمامات، تراد اسمك للمامات، فاتحنا ثلاث قنوات، مشينا في طريق. لا لا هذا ما معليش ادم اسماعيل هذاك. لا محمد يا في في اسماعيل رقم 30 فايز ماله 30 اه يعني 30 30 فايز واحنا شفنا 29 ده يعني مش هذا بلال ما غيره يعني لا لا هذا مش بلال لا لا يا اخي مش بلال ما غيره يعني لا 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 مش هو مش هو من تاني بقى ثواني كسر ده بقى مارسيلو داخل لحاله 47 ثواني عليك للأمانة عندك 46 و47 و48 هدول مشكوك فيهم ها أنا شاكك في 41 و42 برضه شوف لي 46 و47 و48 شوفهم شوفهم ثواني يعني آه آه يعني 46 و47 و48 داخلين مع بعض كحف آه كحفين زمل ما شاء الله في واحد بيستظرف فعله وكاتب في الشات بتاع يوم 30 بيستظرف كاتب على نفسه 8 و... لا خلاص طلع اتكل على الله عالمش يلا اللي بيحلفوا بالله دول يعني بيكونوا داخلين مع سكوادات ايه ديانتهم يا اخي عادي في ناس تحلف لك مش بالله في ناس بتروح بتحج بتحط على الحجر الاسود وبتحلف لك عادي عشان كود ميدون يا اخي ده مطور بقى حبوس يعني لو في كود 50 جوا اقسم بالله كان زمان بقى فيها عادي ما في لا لو في كود 50 جوا كان بقى اسمع انا امبارح قعدت احكي بالموضوع صفى هيك سكت بقول له عمر بتعرف ليش مطور صافي؟ قال لي ليش بقول له بقول يا اخي لو الله اعطاني اثنين بدل واحد يا دي المنظمات هذا ده 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 في شيء تعتمد عليه يا اسطى السكن بتعمل غير لوحده يا عالم صحيح وانا بقول يا عالم اقسم بالله بح كان بيكلمني وبتاع والله يا عالم كان بيكلمني على الواتس انا بقول مال الواد ده اللي حصل له اقسم بالله عالم ما بهزر ولا الواد لا بيكلمني الواد تحسه يعني حاس وانا ماله في ايه اللي حصل له ما احنا حكينا له انه هنحكي للحري وانا بقول له ايه الاكواد ويقول لي لا يعني ايه مثلا لو قلت له ايه الاكواد والكود ده غلط يقول لي يا عم هو حمود بتاع كده لا كان بيقول لي لا يا غبي افهم وبيفهمني عارف بيقول لي ده وده بقول الواد ماله في ايه ماله الواد مش مظبوط يعني عشان تنتبه على الكاشير يعني عشان ما تغلط عشان يعني ربنا فيه ايوه طلع يا ربي أمانة يا محمد يا راجل انا مدير اعمالها انا مدير اعمالها مدير اعمالي هي انا نصيحة اعطيهم حسابه يعني الاي دي تبعه انه اي مبالغ تدخل على حسابه هو عشان عرفت لا تخش على حساب يعني. انا وانا بقول علي ليه في فلوس بتجي لي كل شويه وبيقول لي من درس خصوصي لتحت كوبري لجاكوا في ايه يا جدعان من المانيا من امتى انت بتسافر لالمانيا يا جدع ده انت يا ابن ايه ده كله يا ده كله عشان مين ها انت كده خسران يا اهبل فظيع فظيع عالمي انت يا لك خسران يا جدع بيسافر بالمانيا عشان مين ها ايه يا جاكوا في حاجه اسمها اونلاين يا صاحبي بلوتو شوف ساكت وجاكوا ليش جاكوا ساكت بلع ولا مطور ليش ساكت عنده شغل يا محمد مطور عنده شغل مطور عنده شغل كان عنده معادي على الساعه 11 محمد انا نفسي اسمع صوت حد رجلي جنبي اقسم بالله من صوت يا صاحب عندك اعمل لي ميوت يا اسطى خلص هو عم يفك ما اقدرش اعمل لك ميوت حبيبي تسلم اعمل لك ميوت تعال
لا يا ابو خالد، يا ابو خالد قصدي اعمل ميوت من عنده يا ابو خالد. سيبنا نتكلم مع الشباب يا ابو خالد. يا ابو ايه مش تمام نص كده مفيد. ايوه يا عم انا ثانية خطف يلا خد كفر. تعرف هاي هاي اغبى حركة يا بيبو انت عاملها، واقف هيك بتعبي الدم وبعدين بتقول بلعوني. اسمع طلع في السماء، طلع في السماء بيبو، طلع في السماء. ايوه اجلد اجلد ادي له فرصه. طيب رد 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 بسرعه 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 بسرعه. اه اكل هيت. السلام عليكم. انهبل انهبل. قد اقسم بالله الشخصيات فادتني بالله. مش يعني شخصيات اسطورية لولا الانطونيو دي ولا اسمه ايه ده كان زماني ميت دلوقتي. شفت حكيت لك انا لانه مش بشاهد يا بيبو فبشوف شخصياتهم، بشوف شو كيف شوية اخنزر شخصيات اللي بيجيبوها. عرفت كيف؟ ساعة هاي لو معاها تعرف شوية علي شو؟ فين ميسي؟ انا نفس الشخصية بس معاها شو اسمه هذا الثالث نسيته. رحت فين يا مطور؟ والله نسيت شو اسمه الثالثة حبيبي. نصيحة اهرب لانه شخصيات احكي يا بيبو. وراك واحد كمان شايف؟ لولا انطونيو كان ميت بيبو انت عارفه. يمينك يا حرام. اوه انا كان 90 نفس هي بيبو بس عندي اندرو. ما عنديش تلج اصلا، فيش تلج خالص. ايه ده مات؟ الو مالك مين ده مش عارف تستحمل ولا لا؟ والله تفنش لي. اه معناته انت طيحته سونيا ولا كيف؟ ماتزون تقريبا. اه ممكن سونيا علي، ممكن سونيا ممكن او سونيا وماتزون. اه ميت اللي قدامك يا مطور، ميت اللي قدامك، ميت يا هبل، ميت ميت والله ميت والله ميت. عارف مين قلت البيبو؟ بيبو عطاه هيد شوت وبيبو مات بعدها بيبو هو في السما طلع له انه هذا مات حسب له كيف. انا اللي قلت قدامك منه لله للغالي شخصية سونيا. بس وين اللوت بوكس تبعه؟ كان واقف هان، هو كان واقف ورا هذيك. هو تقريبا هو الساعة 10 ونص تحت الكوبة. انا قفش خلف الساعة 11 ونص. لا قفش خلف الساعة 11 عندك معك حبيبي، عندك معك قفش خلف الساعة 11 ونص. يا علي طب هو يا علي طب اعترف امبارح ليه معاني دماغه دلوقتي؟ انا مش عارف ايه الناس دي. مين يا عم شال عندك ريكورد يا حبيبي؟ ايه؟ شغل ريكورد؟ لا علي 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 اللي شغل شغل علي اللي شغل ميوت. اه علي لو 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 فزت لو جبت لابويا اعمل لعبه بشخصيات اختيار على عمر الفيديو بيطلع حلو. يوسام رجعت ريبلي، رجع ريبلي وشغل ريبلي. حد جنبي سيدي هيجيب لي الشهر اهو. يلا يا كابو. اوغا انا وطح المنطقة كلها مليئة. اوغا استغفر الله الواتساب كنت بقول. كاتبك جامد ولد يا بيبو. كلمة بيبو المفضلة جامد على بيبو، جامد على باندا، دايما بقول جامد على باندا، جامد على باندا. جامد الله اكبر اللهم زد وبارك. مبروك الفايزين في اللوكي دراو، الف مبروك اللي فازوا في اللوكي دراو معنا في اكواد سكن الثلج. برويطه والله برويطه فاز بكود سكن الثلج. 56 45 6 محمد، مبروك يا قلبي، مبروك لكم. والزون الاول بقى بيدمج عارف الاربعه انا مش عارف. انت عامل سبورت مود، معقول سبورت مود يخلي الزون يدمج اكتر؟ مش معرفش والله اقسم بالله. 176 ل 70 سبق 6 عارف حرام والله. الزون الاول اصلا السبورت مود بيخلي الزون قوي.
اللي فزت المفروض برويطه ومحمد الاكواد عندكم في الخاص مبروك اكواد سكن الثلجه. يلا شباب راح نشغل الان اللوكي دراو مره اخرى على كودين سكن الثلجه. شاركوا باللوكي دراو عشان تدخلوا بالسحب على اكواد سكن الثلجه من عجله تحدي اساطير. ليتس جو تو جلوول. قعد كان عنده بلوك ماوس ما عرفش اللي حصل له. انت استفز ما سمعت. يلا ميوسة عندك معاد. يلا وحيد الله سبب بس بيت المطلع يا ليل. معلش معلش يا حبيبتي معلش عندك معاد. يلا يلا شباب الكل يشارك في اللوكي دراو عشان يدخل بالسحب على اكواد سكن التلجة. ليتس جو. بدأت الان عجلة الحظ مرة. ماش طب ايه طيب كفو يا وحش. هذا انت اللي كنت مفايض ضده. بيبو مات يعني؟ لا عايش. بيجيني بقى النكار ده حاجة فوق. عندك عندك حلوة بيبو. تروغن تروغن تروغن. ايوه وين؟ ايوه 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 بيبو بيبو. حط اصبعك على الايم على الماوس لا تشيل اصبعك وراك دي بقى. شغل ديميتري شغل ديميتري. لا شغل ديمتري. مش عايز استخدمها غير لما سونيا تكون معايا فاهم. اه ازبيت. اه الطلق خلد. لا بالله عليكم وحش 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 سعدينك. لا 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 روح روح خذ مكان خذ مكان حاف كبير ده. بيبو عندك كليات حلوه وانطبات حلوه حتى لو جبت مركز حلو نزلوا الفيديو والله حلو. ها المشكلة مش مصور فيس كام. عادي يا اخي بعدين تصور فيس كام من حالك بتلعب. انا اهلا لو بصور فيديو حلو ما عليه فيس كام بس ما بعمل عليه ردة فعل كأني بلعبها الان عرفت كيف. صارت معي كثير اكون مصور والفيس كام ما يتسجل يا بيبو. بعمل هيك مثل رياكشن كأني. على نجيب اللي فوق ده. سدة وتنبي انا مخليك طالع من الزون عشان تضربني ضربة ام. سدة وتنبي. هذا بيبو اللي ضدك والله. بيبو طب ما تضربش بالقومة صعبة كده خليك تطلع حبيبي تمام. والله ما انا لو انا كنت زمان جايبك هيد رائد 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 الخنزير رائد رائد رائد. سيبني اهو سيبني اهو صاحبي خلينا صاحبي اخد عربي وامشي تمام. دي ناس. طب انت طلعت ازاي؟ لا ضربت ان شوت. خد العربية وامشي اللوبي. والله انا سمعت صوت على اقسم بالله ما اعرفش ليه. طب اسكت حبيب اخوك خلي حبيب اخوك بيبو يركز. خليه يركز. اثنين هم بعدين. بيلعب اصلا مني مين؟ حرام. كمان بيلعب اصلا مني مين؟ لا لا هو اعطاك هد والله اعطاك هد. انا دبيش وان شوت يا اسطى 192 وضربه 46 وما اسمع بيبو تروجان هو بيضرب ثلاث طلقات وبيريح عرفت كيف؟ ثلاث طلقات وبيريح. انت بدك ثلاث طلقات تحط ثلجه ثلاث طلقات تحط ثلجه عرفت كيف؟ اه ما حسبتش 192 يا بيبو بس احط ثلجه وريح اهو. لا ضربه من الاول يا اسطى هيدي نكار 192 وما ماتش 196 قصدي ما بينتش عندي مش عارف. هيموت ان شاء الله. ان شاء الله يجيله ضرب من كل الجهات كده يطلع يقول لنا ايه المؤامره الجاكوايه ان شاء الله. انا مت عشان ما بلعبش بالسكن بتاعي على فكره. لازم السكن بتاعك. اه يا ابن سر المهنه. سامي تصدق بالله اقسم بالله ما اعرف مش ضابط شخصيات عدل علي. حكيت لك جيب شخصيات نفس الحكايه. طب بالله يا علي بيعملوا منع شخصيات يا علي وربي جامده اقسم بالله وما بتموتش بسهوله على فكره. تخيل بقى دمك 280 ومعاك 40 دم كمان 320 يا نهار ابيض. ومنع الشخصيات علي نظامها بتعمل لك ده كله بتمحوه لك. ومع سونيا كمان اذا سونيا الواد عمل لي لغي الشخصيات لغالي سونيا وديمتري. خلي بالك محتاجة لغي الشخصيات معاه. اها اذا بتجيب لغي الشخصيات كمان حلوة. اه بس لغي الشخصيات مشكلتها اللي سبق زي ما بتقولوا بالمصري اللي سبق للنبأ ولا شو يعني مثلا.
اللي بيسبق بيجلد الثاني فيه. بدك تكون اصور حدا ايوه تكون اسرع منه. احيانا بتصير نرجموا بعض منع شخصيات بنفس الثاني بيتبادلوها زي انا ومطور كده. اه بس بتصير عاد لوقتها انتوا اثنين ما عندكم شخصيه. اه بالضبط كانك قاعد. علي علي بسمع ملاحظ حاجه؟ لا لحد الان لا. مطور شركه ساكت وجاكو ساكت. توكوشه يا علي توكوشه لسه كشري زولا امبارح في اخر لايف صح على الاقل هو اللي انا صح علي بس اقسم بالله انا فاضي وين والله كفو. الحلو كمان بسونيا لما بيكون عندك ابره يا بيبو بتاخذ كفر مثل حدا طيحك بتروح بتركض تاخذ كفر تستخدم الابره عرفت كيف؟ نعم سمعني يا بيبو بوت تمشي فوق البس يعني او بتسكر حالك بالثلج اذا افضل صح؟ فائدة فكر كله موجود صح؟ هي الله يرحمه تراي كوب لو انك مش كسر الثلج احسن لك لو انك مش كسر الثلج كوبغا اخوك كوبغا ستريم سنايب اشتقوا لك يا رسيم اه علوش اشتقوا لي اه والله محمد تعال ابعث لك على اللعبه وينك لا مش مستني جايلك صح يا حرام كيف ابعت جاكور افتح لي سكرين لحظه والله جاكور يلا صوني تبدأ بعتكر لكم كيفك علي؟ اسمع الشات كله كوغة كل شو الشات شو بيكتبوا لك كوغة لك ايش يا غير لك اسمك انا اقسم بالله غير لك اسمك والله لك كوغة حريف متى ميعاد التصفير؟ حبيبي التصفير راح يكون 15 او 18 الشهر يا 15 يا 18 تعالي سكرين جاكول صوني راح اخبركم انا قبلها بيوم او بيومين نسيم حبيب اخوه يلا يا زلمة انت شوف اللايف لما يحصل سي دي بتبعته لي لك مطول لسه حصل له سي دي من شوية وين السي دي اه والله راح عليك اقوى سي دي امبارح يا نسيم لا مطور الشركة اعترف لمين باعها ومين هو المالك الاصلي حاليا وكل اشي ومين مدير اعمالها ايه ومين مدير اعمالها وشو حكالنا حتى الاسعار وين ميسا حكيت يا ميسا يا انت انت ما تعرفش مين يا كوبغا انت ما تعرفش مين انا مدير اعمالها اعترف بعظمه لسان امبارح اقسم بالله يا والله اسال يا سيدي هو لحاله اعترف خلاص يعني رسمي اكثر الموضوع اصلا هي مش بتاعه هي خلاص دلوقتي بتاع الحريف بتاعت الحريف اقبل خلف الصالحه ان شاء الله بقول لك يا نسيم يا حبيبي ميت جوها ها ميت جوها ايه ميت جوها هي الاسعار كده مش عاجبك يا عم 150 يلا والله هيك بلعب له انطب يا علي شوف بلعب له انطب جاكوار بده يعملها ختامها مسك انا شايفك اه والله ختامها يا صاحبة تبقيت شوت وطلع على النقاء على اللوبي محمد ها يا اسطى خش انا خش كيف اوه سوني اثنين شوف الرقصة هذه حلوة الرقصة هاي مع المويه والله اكبر يعني شي يلا يلا بس